السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله ألقاكم في أتمم الصحة والعافية بحول الله. مرة أخرى أشكر الفرقة الوطنية القضائية والمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش بالمجهودات الجبارة التي قاموا بها في إطار قضية حمزة مونبيبي لعرفت أطوار ديالها مجموعة من المحاكمات والمفاجآت وآخرها اعتقال ابتسام باطمة اللي كتقبع الآن في السجن المحلي الودايا بتهمة انتمائها لحساب حمزة مونبيبي. والأخبار الأخيرة اللي سمعنا أخوتي اللي هي أن الزوج ديال دنيا باطمة ووالدتها تم استدعاؤهم لدى المحكمة أو الفرقة القضائية لاستكمال التحريات والأبحاث في هذه القضية. كما هو معلوم أن ابتسام باطمة يعني فرقعات الرمانة وتقرعات هادشي كامل باش تخفف عليها الحكم لأن تورطات وتفضحات ويعني مبقى لها تشي دليل يعني اللي غينفعها أنها بريئة أو ضحية لهذا الحساب، لأن جميع الأصابع الاتهام كتشير لها بما في ذلك الأوديوهات اللي كانت وتا الخرجات الإعلامية اللي كانت كتخرج فيهم وكتأكد بأن هي كتنتمي لهذا الحساب حمزة مونبيبي. وابتسام باطمة اعترفت لهم باللي الزوج ديال الأخ ديالها اللي هو محمد ترك ووالدتها كانوا على علم لانتماء أختها لهذا الحساب وأنها كتوفر على المود باس أو القن السري لهذا الحساب وهي اللي كانت دائما على اتصال مع الهاكر أسامة العجمي اللي كان بالدور دياله كيقوم بنشر وفضح يعني نشر الفيديوهات والصور والأوديوهات لحساب حمزة مونبيبي باش يفضح أي واحد كانت دنيا باطمة مضرة منه أو تكلم على المغنية إلا وقام بنشر صور و يعني فضحها وفتح هاد شي ضحية. مهم اللي بغاو فيه الخدمة كيفضحوه في هاد الحساب. وهنا أن محمد ترك كان على علم وكان كيشاهد هاد الأطوار اللي كانت كتقوم بها هاد دنيا باطمة لأن هاد شي كامل كيبقى يعني أو كيصبح تستر على التهمة التستر على الجريمة والقانون كيحكم أي واحد قام بتستر على جريمة فهو يعاقب يعني عنده واحد العقوبة كيتحاكم عليها. وهنا جاء الدور ديال هاد محمد ترك باش يدافع عليه يدافع على راسه لأنه أصبح في واحد التهمة في واحد الورطة اللي ما غيخرج راسه إلا إلى كذبات الزوجة دياله هادشي كامل حيت إلا كان شاهدة واحدة هي ابتسام باطمة فالزوجة دنيا باطمة إلى كذبات هادشي كامل فغيخرج من هاد التهمة هي والوالدة ديالها من هاد التهمة ديال التستر على هاد العمل اللي كانت قد تقوم به في الحساب حمزة مونبيبي لأن هذه ورطة تورط بها محمد ترك. شوف أخوتي الواحد كيكون هاني مرتاح في حياته كيتلاح في شي حاجة اللي ماشي دياله والواحد ما كيحمدش الله على النعمة اللي اعطاه بعد ما كانت دنيا باطمة يعني في السنوات الماضية كانت إنسانة عادية كتحمد الله يعني ماشي فميزاتها هاد نعم لله يعني بالمال وبالزوج
يعني بتعرف ان ذاك الحقد كان دافين سنوات قديمة من ايامة الفقر، والان جات باش تنتقم بهذه الطريقة ديال هذا الحساب، وضعت هذا الحساب باش تنتقم. وما عندي ما نقول الا لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم في هذا الشيء كامل اللي شوه لنا الصورة ديال المغرب، لان بلادنا ما كتستحقش هذه الصورة اللي جميع الدول تقريبا ولاو كينظروا لنا على ان احنا بلد يعني النميمة، بعد ما كانوا كيوصفونا بالسحر ويعني وبالفسق زادونا بان احنا بلد نميمة بعضياتنا، يعني كنجبدوا مبيش بعضياتنا وكننحقدوا بعضياتنا، وهادشي كامل احنا المغاربة ما فيناش هادشي. ان شاء الله المسار ديال هاد الحكم وديال هاد التحريات والابحاث غادي في الطريق الصحيح، لان عائشة عياش بدات كتقر بواحد بواحد، كما شنا مؤخرا ان صوفيا الصديقة ديال عائشة عياش راه هي رهن الاعتقال، وصوفيا عياش حتى هي قرات باسماء اخرين تما جايين في الطريق، وهاد ابتسام فهي اعتقلت يعني في اطار انتهاء المهله ديال السراح المؤقت اللي كان داز دابا مده ديالها تقريبا شهر ونصف. ان شاء الله احنا عندنا ثقه في المحكمه ديالنا، عندنا ثقه في العداله ديالنا، العداله المغربيه عندنا ثقه تامه، لان هذا الشيء يعني مسار طوال بزاف وبغينا يتحد ونعرفوا الحقيقة الوحيدة هي الدنيا باطنة، وبغينا نوضعوا الحد لها، لأن كتأكد لينا مؤخرا أنها هي بريئة من هذا الحساب، والعكس صحيح، والعكس الصحيح هي ابتسام باطمة كتعترف رسميا بأن الأخ ديالها هي رئيسة العصابة حمزة مومبيبي، وهادشي كامل فهو ما غيزيد إلا الرفع من العقوبة زيادة على استغلال يعني هذاك الوسامين ملكيين يتسلمهم لها صاحب جلالة، استغلال ذاك الوسامين، وكتقول بان هي محصنه من هاد العقوبه، وانها ما غتحكمش، وانها خارجه هذا الاتهام يعني، وكتقول يعني وراسها مرفوع، وهذه تهمه كيعاقب عليها القانون لانها استغلت هاد الوسامين. ربما قاضي التحقيق غي يوضع هاد الملف الثاني لهذا الملف ديال حمزه مومبيبي، وغتكون العقوبه يعني مضوبله، عقوبه ديال استغلال الوسامين، وعقوبه يعني التستر او الهروب من التهمه. ربما هذوك اللي تحاكموا في الاول بسنتين سجنا ربما اعترفوا تلقائيا انهم اياك يعني كينتميوا لهذا الحساب حمزه مومبيبي، هي باش حكموا عليهم يعني عملوا لهم ديك التخفيف. ربما كان غتكون ديك الحكم غيكون اكثر من ديك السنتين، وانما من اعترفوا تلقائيا فهذا كيخول لهم انه يستافدوا من التخفيف، فما بالك من دنيا يعني تهربات وعطت الفلوس على اساس الصراح المؤقت وتمنعت من السفر، هادشي كامل باش يعني بحال جرجرات المحكمة المغربية، ويعني بحال بغات تراوغ المسار ديال الحكم ديال هاد القضية حمزة مومبيبي وتهرب من هاد التهمة. وهنا كلشي تكتشف ويعني بانت يعني كلشي تعرى وبانت ان هي رئيسة يعني رئيسة عصابة حمزة مومبيبي. ربما غتكون واحد الحكم اقصى حكم، ربما نقدروا نقولوا 6 سنوات كما جاء على لسان مجموعة من يعني قضاة او
محمد ميديمي اللي اكد بان عندها تهمه ثقيله بزاف وما غتفلتش منها. وهادشي كامل هي اللي عملت هادشي كامل لراسها، وهي اللي وضعت راسها في هاد المأزق. وهادشي كامل كما نقولوا ذنوب ديال الناس اللي قبل، وديك الضحايا اللي دعاو عليها، وحنا تا ديك المظلوم.